وحشة زينا زي أي طفل، زينا زي أي ناس، مدنيين شو زي ابن احنا. تتساءل هذه العائلة الفلسطينية كآلاف المدنيين في غزة عن ذنبهم في هذه الحرب. ناموا آمنين واستيقظوا جالسين على أنقاض منزلهم المدمر. عاملة 10 رز بحليب وقاعدة بعشة فيهم بوزع لهم صحون، إشي أكل وإشي ما لحقش ياكل، ما شفنا إلا بضربة فوق روسنا وإحنا قاعدين بنتعشى. عائلات فلسطينية بأكملها محاصرة تحت الأنقاض، عائلات أخرى أبيدت بالكامل وشطبت من السجلات المدنية. طواقم الدفاع المدني تتلقى المزيد من نداءات الاستغاثة، وجثث لا تزال ملقاة على أرض المستشفيات والمشارح وفي الشوارع تنتظر من يدفنها. أما أحلام من بقي على قيد الحياة فصارت سرابا. عمري 18 سنة طالبة توجيهي، طالبة توجيهي كان الحلم، كان الحلم، كان نفسي أصير محامية. هدموا كل البيت، راح كتبي، راح كل حلمي، راح. ومنذ أكثر من شهر على الحرب في غزة والعملية البرية الإسرائيلية داخل القطاع، اضطر أكثر من 1,600,000 من أهالي شمال القطاع المحاصر إلى النزوح قصراً إلى وسط وجنوب القطاع. أغلبهم يقيمون في منازل أقاربهم وأصدقائهم أو في مراكز إيواء ومدارس تابعة للأونروا. ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة ارتفع عددهم لأكثر من 11,500 قتيل، والحصيلة تتصاعد باستمرار القصف على غزة. الحمد لله، الحمد لله.